أول شيء إحنا كنا عايشين في سوريا كتير الحمد لله مرتاحين ومبسوطين، ضلينا بوسط الحرب. يعني كان في عنا حرب، مدينتنا مدينة تدمر، استمرت الحرب بمدينتنا أكثر من سنتين وإحنا ما اتخذنا قرار إنه نطلع برا، لأن كانت استطاعت منطقة آمنة. أخذت معنا أكثر من 6 شهور، واتخاذ قرار إنه تطلعي من تركيا على اليونان أصعب قرار ممكن إنه تاخذيه بحياتك، لأنك أنت طالعة يا موت يا حياة. يعني مرحلة صعبة صعبة كتير وبتخوف، أكيد هي بتكون رحلة الموت رحلة القارب، بس الخوف هو رحلة الموت تبعت القارب. حكينا قلت له أحمد شوف، يعني بتحسن إنك تروح وتشوف تسأل شي حدا إذا في مجال إنه نطلع على أثينا ونقدم على هيدا البرنامج اللي عم يحكوا عنه إعادة التوطين، وإحنا ما إحنا سألانين لا ألمانيا لا أي مدينة تانية، وما ترددنا خالص على هيدا القرار. بالنسبة احنا ضلينا شهرين بعد ما سجلنا بالبرنامج اجانا خبر انه تعال نروح نشوف شو المدينة اللي طالعت لنا. بعد ما رحنا على مكتب اليو ان خبرونا انه انتو طلبت لكم البرتغال. برتغال؟ يلا هي وين بتصير البرتغال؟ انه جد انا ما عندي اي معلومات عن البرتغال، كل شيء اللي بعرفه انه كريستيانو رونالدو من البرتغال. بس بقتي نش صرتي تسمعي ناس تقول لك والله البرتغال سيئة للجوء، والله البرتغال كويسة للجوء، صرتي تسمعي ناس عم تحكي سيء وعم تحكي كويس. بس احنا الحمد لله رب العالمين مؤمنين بالله عز وجل انه كل شيء بيجي من الله يا محلى. اول اسبوع قعدنا فيه ما نسهل علينا انه نقعد بضيعة صغيرة، يعني قعدت صغيرة يعني المني شو من كان قعدت مدينة صغيرة، وانا كوني اني وحيدة وهون ناس الحجاب، فمثل يعني كأنه سوبر ستار عم تمشي بالشارع. الناس بالسيارات، جد الناس بالسيارات توقف سيارات وتقعد تطلع فيني. بس بعدين الحمد لله رب العالمين بعد شهر تقريبا راحوا الاولاد على المدارس، هالشيء بسطني كثير. وكوني انا كمان بلشت شغل بعد ما استقلينا هون، يعني شيء 5 شهور تقريبا انا بلشت شغل بلار، بلد جيد يحبوا يساعدوا الناس، عندهم حب للناس، ما في اختلاف مثلا والله انت مسلم انت مسيحي انت هيك، لا كله سوا. انا صرت زايره الكنيسه اكثر من مره، اعياد مناسبات عم تصير عندهم عم زورهم على الكنيسه، وحط حلو لانه حتى هم بالبرتغال بسمع عن ناس كثير جاي يحطون انه ما له حلو. فبس لا يعني بس نقول انه البرنامج ساعدنا على انه نحسن حياتنا ونعيش هيك عيشه كويسه، يعني الحمد لله رب العالمين.